صباح الخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين. نحن بحاجة حاليا إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة من أجل عبور هذه المحنة الصعبة. أذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم يرسل رسالة مختصرة بها العنوان الكامل، بها الموضوع اللي حبي يطرحها. الهدف هو أنه نطرحها على الجهات المعنية، فلذلك نتمنى تكون رسالة مختصرة بها العنوان الكامل. راح نبدي إحنا مشوارنا من عيون المدينة. هاي الفقرة اللي تعتمد على إرسال مقاطع من قبل أهل المدينة، يرسلونها إلى عن طريق الفيسبوك أو تويتر أو حتى التليجرام. المقطع اليوم اللي وصل لنا حقيقة، مهما كان يعني الزمان والمكان، لكن هو في العراق أولا وآخرا، وهو موضوع مهم. هذه مو المرة الأولى اللي تحدث به مثل هكذا حالة، أكثر من مرة يعني للأسف أنه يتم تصويرها، أو لحسن الحظ يتم تصويرها حتى احنا نعرضها، لكن مع الأسف أنها تحدث قد يكون أكثر من مرة أو أكثر من حالة. الموضوع يتعلق بأن هناك بعض الشباب للأسف يقومون بالاعتداء على كبار السن، خاصة من هم يعانون من مشاكل عقلية. المقطع راح نشوفه احنا بكثير من الألم، بكثير من المعاناة، بكثير من التساؤل، أنه أين الإنسانية اللي احنا نملكها؟ أين الرحمة اللي احنا نملكها؟ حاليا جاي يشوفون يعني مو بس يتجاوزون بالضرب، وإنما بالسخرية والإهانة لهذا الرجل الكبير في السن. خلينا نشاهد ونرجع نحكي نسولف أكثر. يعني شفنا المقطع المؤلم حقيقة، هو يمكن كم ثانية لكن هو يحمل الكثير وبنتائج وخلفية كبيرة أيضا. هذا المقطع لو انعرض في أي بلد آخر 100% يكون تحقيق بالقضية والبحث عن الشابين ويتم التحقيق وياهم لنشوفهم هم طبيعيين أو غير طبيعيين. لكن احنا عندنا بالعراق مثل هكذا حالات وانتهاكات تصير يوميا بتصوير بدون تصوير، هي موجودة، لذلك احنا اعتدنا عليها. الموضوع الأهم بالقضية أنه احنا ما نعرف شنو قصتنا، أنه احنا يعني هذا رجل كبير في السن، طاعن في السن، المفروض أنه احنا نحاول أنه نداريه، نعطف عليه الرحمة. شبابنا اللاواعي، مو الكل، البعض منه، ونتمنى تكون أن هي قلة قليلة ونسبة قليلة، لكن أحياناً أنه إحنا الله ما يرحمنا ولا يرحم هذا البلد ولا قاعد يخلصنا من مشاكلنا وسبب مثل هكذا نماذج. إذا إحنا ما بداخلنا رحمة على بعضنا، فكيف تكون نطلب إحنا الرحمة من 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 آخرين؟ هذا مستحيل. المفروض أنه إحنا نتعاون بيناتنا. أريد أشوف شنو الهدف. يا ريت أنه الشباب يكونون جريئين ويكونون شجعان، وبقدر ما قاموا به من فعل مشين، أنه يحجون يقولون شنو كان الهدف والغاية من فعل مثل هكذا موقف لا يمت للإنسانية ولا للبشرية ولا لأي صفة من صفات الإنسان أنه يفعلها. شنو الهدف؟ والهدف من تصويرها هل وياهم هل ضدهم؟ راد يكشفهم. المقطع هذا طبعا في بغداد في حي الأمين مثل ما وصلتنا من معلومات، فبذلك المفروض أنه على الجهات الأمنية أو منظمات حقوق الإنسان أو وزارة حقوق الإنسان تستطيع أنه تروح إلى حي الأمين وصورهم يعني أو أشكالهم واضحة، وتروح تجيبهم وتقول لهم شنو الموضوع؟
مثل هكذا إنسان هو خطر على المجتمع، مثل هكذا إنسان يقدر يسوي أي شيء. إذا هو رجل كبير في السن ولا حول ولا قوة، هالشكل تهجموا عليه بهذه الطريقة العنيفة. فكيف بالنساء، كيف بالأطفال؟ إحنا للأسف عندنا لا رحمة، يعني راح أقول عند البعض. لذلك إحنا إذا ما بيناتنا الرحمة، شلون نطلبها من غيرنا؟ وكيف نطلب من الله إنه يرحمنا؟ وكيف نطلب من عنده إنه يغفر لنا؟ وكيف نطلب عنه إنه يحل أزمتنا؟ ما تنحل أزمتنا، ما تنحل، لأن إحنا دعانا ما يستجاب، لأن إحنا عندنا نماذج مثل هذول الشباب. الشباب هذا المفروض يكون شباب واعي، هو يقود المجتمع. المفروض إحنا نشوف اعتداء مثلا من طفل قد يكون غير واعي، لكن إنه يكون شاب واعي وعليه المجتمع يعتمد عليه، إنه هو يكون قدوة للمجتمع، يكون بهذا الشكل وبهذه التصرفات اللامسؤولة. هذا إنسان الشكل إحنا نسوي به، لا كيف بالحيوان؟ يعني شيء عجيب وشيء غريب وشيء المفروض إنه نحط عليه كثير من علامات الاستفهام، والمفروض إنه يكون هناك متابعة وتحقيق بالقضية. هذا انتهاك لحقوق الإنسان. نتمنى أن يكون هناك الكثير، أو نتمنى يكون هناك من فعلا أن يدعي أن هم فعلا منظمات حقوق إنسان، وزارة حقوق الإنسان، الرعاية الاجتماعية، تحقق بالقضية. ومثل ما قلنا، مو مهم الزمان والمكان، المهم أنه أكو فعل جاي يصير في العراق مشين، المفروض أنه نضع علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع. هذه رسالة لكل من يعنيه الأمر للبحث والتحقيق في هذا المقطع العنيف المؤلم حقيقة، الصعب أنه واحد حتى أنه يسولف عنه. طيب، نترك هذا الموضوع ونتمنى أن يكون هناك استجابة من قبل الجهات المعنية إذا كانت ترغب في متابعة الموضوع. نروح إلى استطلاعات أهل المدينة، ورح نبدأ من كركوك. هناك خطوة جيدة من قبل دائرة الكهرباء ومن قبل تربية كركوك، قامت بجولة توعوية من أجل يعني في مدارس طبعا المدينة، من أجل شرح للطلبة وفهم الطلبة موضوع كيف ترشيد استهلاك الكهرباء. نقطة مهمة جدا، وإحنا سبق أنه حكينا بالموضوع أنه فعلا هي الكهرباء نعاني نحن من أزمة، لكن منتج الكهرباء إحنا ناس مبذرين بيها، وخاصة هي رسالة إلى أصحاب المحال وأصحاب المطاعم، إنه ليش تتركون أنتم مصابيحكم بالنهار تكون يعني مفتوحة ومنيرة، وبالليل من تروحون تخلص تعزلون تروحون لبيوتكم طفوها. المفروض احنا نتعلم استهلاك أو ترشيد استهلاك الكهرباء حتى تبقى هذه النعمة دائما موجودة. نروح نشوف. إذا عندكم أجهزة أو مصباح قلوب ما مستفادين من عندها تقدرون تطفون، تدرون هذا من تطفون؟ هذه يؤدي إلى يعني بدل ما نعطيكم كهرباء 5 ساعات نعطيكم 6 ساعات. الحدث اللي لاحظته في الفترة الأخيرة خلال الأسبوع الأخير، كان عندنا قطع في المحافظة بدل ما كانت الكهرباء 24 ساعة، وهذه نتيجة البرد اللي حاصل بالجو. اثنين، استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين بشكل مفرط بالمحافظة. فاتفقنا ويا أستاذ فرحان مدير عام تربية كركوك ومشكورا، زيارة المدارس، لأن أنا حقيقة زيارة المدارس مهمة لتوعية الطلبة بشكل عام لإطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية، وهي جزء من توجيهات الوزارة حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في البيوت وفي المحلات وفي حتى في المدارس. هل أكو تجاوزات على الكهرباء من قبل المواطنين يعني؟ بالتأكيد أكو تجاوزات، وتجاوزات كلش فظيعة حقيقة. أنا ما أقصد التجاوزات اللي بيت واحد ماخذ يمكن قاعد نازح جاي من غير مكان وقاعد ها مصباح أو عنده ثلاجة، ولكن التجاوزات الموجودة في الوقت الحاضر يعني هي أولا التبادل منفعة. يعني شنو تبادل المنفعة؟ أول ما تنقطع الكهرباء عنده يأخذ الكهرباء فدواير من الجهة المقابلة وتتغذى بيته بالكهرباء، هو مو استحقاقه. طبعا هاي العملية يؤدي إلى حمل استهلاكي زائد على المحولة المقابلة، وبالتالي راح تنقطع، يعني راح يمكن راح تحترق المحولة بالإضافة إلى الاستهلاك العالي بالكهرباء. أيضا هناك تجاوزات، ومع الأسف هاي التنانين الكهربائية والهتارات الموجودة بالأسواق في الوقت الحاضر يعني بالسعات يعني رخيصة وب
يعني صرف طاقه كفاءه قليله. لديكم حمله يعني حمله بقطع يعني المتجاوزات، بقطع الكيبلات، بمحاسبه المتجاوزين على الكهرباء؟ والله بالتاكيد احنا خاصه على التجاوزات تبادل منفعه، ومشكورا سيد المحافظ قبل اسبوع هم اصدر امر على منع تداول هاي التنانير الكهربائيه والهيترات المصنعه محليا، ها يمنع بالاسواق المحليه. حقيقه هذه وعندنا مفارز لحل التجاوزات، لرفع التجاوزات موجوده في الوقت الحاضر. بالتاكيد التعاون الحاصل بين دوائر محافظه كركوك هو تعاون جيد ومثمر، واحدى ثمرات هذا التعاون هذا اللقاء وهذه الزياره للسيد مدير توزيع كهرباء المحافظه. بالتاكيد استهداف المدير استهداف دائرة الكهرباء ودائرة التوزيع لهذه الطبقة الواسعة واستقطابها، لأنهم هم لأن هذه الطاقات وهذه الأسر التربوية والتعليمية بالإضافة إلى أبنائنا التلاميذ والطلبة لهم دور كبير في خدمة هذه المحافظة وخدمة هذا البلد العزيز، خصوصا في مجال توفير الطاقة الكهربائية، لأنه المدرسة إذا أخذت الوعي الكامل أو إذا أوصلت الفكرة بصورة صحيحة بالتأكيد سيكون دور للتربية ولمديرية تربية كركوك ولمدارسنا دور كبير في بناء وصيانة الخدمات لهذه المحافظة. طبعا اليوم شفتوا بجولة مالتنا المحلات والمطاعم اللي افترينا بداخل كركوك أسواق كركوك كلها الاضويه مالتها معلقه، يعني صباحا من الساعه 11 لحد الثنتين افترينا وياكم تجاوز على الطاقه الكهربائيه، مع العلم انه عندنا انخفاض في درجات الحراره، المفروض انه المواطنين هسه الان يلتزمون بترشيد استهلاك الكهرباء. اليوم بدينا بحمله لازاله التجاوزات بالتعاون مع شرطه الكهرباء وشرطه محافظه كركوك. بدينا حمله اخرى بزياره المدارس، توعية التلاميذ والطلاب والهيئات التدريسية لتخصيص دقيقة أو دقيقتين كل يوم خميس لشرح أهمية الترشيد. اليوم مدير توزيع الكهرباء مشكورا ومدير عام تربية كركوك كنا في جولة مشتركة بمدارس محافظة كركوك. صراحة يعني التجاوزات كثيرة، يعني أكو ناس ساحبة خطين ثلاث خطوط، هو بيت المواطن هو بيت واحد ساحب ثلاث خطوط، يعني خطين ثلاثة للجيزر واحد وللسبلت واحد وللبيت واحد، يعني هاي تأثر تأثر شلون ما تأثر؟ يعني هاي ساعة احنا عندنا بالعروبة منطقة العروبة عندنا سركة صارت ترفك لايت، يعني كل ساعة واكو نصعد نرفعه ورد النزلة نرفع هاي مال الوطني مال الوطني، يعني من قد ما ضغط صاير عليه زخم، يعني كل ساعه ماكو ربع ساعه بين ما يعني اذن التجاوزات بكل كركوك يعني موجوده بكل المناطق، يعني مو بس بمنطقه واحده. احنا نريد نحكي مو بس في هذه المنطقه، في عموم محافظه كركوك وكل العراق. مو بس احكي ليش تجاوزنا؟ احكي ليش تجاوزنا؟ انا اريدك تحكي لي ليش هذا التجاوز؟ يعني انت متجاوز او ما متجاوز؟ نعم متجاوز. انت متجاوز؟ متجاوز نعم. ايش صار لك متجاوز؟ دقيقه، ايش صار لك متجاوز؟ تقريبا صار 6 شهور هالشكل. 6 شهور؟ اي نعم. كم خط عندك بالبيت؟ خطين؟ ذاك مالي الاصلي وهذا 2. خطين؟ نعم. قانوني لو تجاوز؟ لا تجاوز. تجاوز؟ نعم. مو عندي سبب تجاوز ثاني. نعم. ابو المولد احنا هاي جهه بواحد وهاي جهه بواحد كهربانا. من تجي كهربانا نجي كرمانة ما ينطينا، بس انت منطقتهم وانت في منطقتهم ما ينطينا، يقول ما يصير شغل مرتين، لان اربع ساعات اربع ساعات يقول لازم شغل مستمر، يقول انا عندي غاز محدود ما ينطوني غاز مال تشغيلتين. زين ما قدمت شكوى لرابطة المولدات للكهرباء؟ انا قدمت شكوى رحت ورحت حتى رحمة وصلت لمدير الكهرباء، فقالوا هذا السيد تجيب تشتري دبل وساعه نسحب يسحبون من الوطني سحب للداخل مولده وعداد ياخذ من عنده فلوس، فلوس ما ينطوني من الوطني، كل واحد عليهم جوزه مالتنا امبيرين عنده ثلاث امبيرات من ناكل طيب عنده فلوس، قال منك طيب عنده فلوس، هاي مدير الكهرباء.